السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. قبل ما نتكلموا على مقابله مان سيتي وتشيلسي وفوز تشيلسي بالمقابله هدفين مقابل هدف، وعلى ابن الجزائر رياض محرز وعلى لاعبنا الدوري الجزائري رياض محرز وماذا قدمه في المقابله، نرجع ساعة للإعلام الجزائري الرائع الممتاز، إعلام الخاص قناة نهار قبل ما تبدأ المقابلة قالت بلي رياض محرز ليس أساسي، و حسب ما نقلت هي من مواقع وكذا أنه هذه قناته ليس أساسي. ومن بعدها خرجت القائمة وشفناها كامل ولعب رياض محرز مقابلة كاملة. إذا عيب انه تكون قناة تلفزيونية وتدعي انها عندها شعبية كبيرة وعندها نسبة مشاهدة كبيرة انها توقع في اخطاء بدائية، اخطاء ما يديرهاش واحد يوتيوبر ما يديرهاش، فما بالك قناة بامكانياتها الضخمة بكاميراتها بوسائلها، غلطة كبيرة، غلطة لا تغتفر لا تغتفر. بتحطي نفسك في مواقف بايخة سابقا خوتي، ودائما وهذا رايي الشخصي، على كل حال كنت نقول الجنسيه تلعب دور، بالفعل الجنسيه تلعب دور كبير وكبير وكبير وكبير، الجنسيه تلعب دور كبير. لما تشوف واحد كيما مندي يلعب اساسي دائما اساسي ويلعب في نادي كبير كيما مان سيتي، وبن سبعيني هذا وين نقولوا في غلادباخ، وغلام في نابل، وفارس في سبال، فارس في سبال، بينما مندي يلعب في مان سيتي. الجنسية تلعب دور كبير. اللاعب الفرنسي مختلف تماما عن اللاعب الجزائري من ناحية ماذا؟ امتيازات. دوري فرنسي انترناسيونال، لاعب دولي وفرنسي، يختلف تماما انك تكون لاعب دولي جزائري. الان شفناها بالدليل، فارس 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 احسن من مندي، بصح مندي يلعب في ليكيب ناسيونال دو فرانس دوري فرنسي. الغلطه يديرها مندي شخص يعني جون صغير ما يديرهاش، يعني واحد كاتيجوري دي جون هذوما تاع الايديسات والايفا ما يديروهاش، خطا بدائي. لكن يلعب في مان سيتي، لماذا؟ الجنسية، الجنسية تلعب دور. بينما لاعبين جزائريين أحسن من مندي ما راحوش أندية كبيرة، ما راحوش أندية كبيرة. بالحاج وما أدراك ما بالحاج، نادير بالحاج من المفروض يلعب في 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 برشلونة، ولا يلعب في ريال مدريد، ولا يلعب في أندية كبيرة، ولا في إنجلترا في ليفربول ولا تشيلسي. لكن الجنسية، الجنسية تلعب دور كبير وكبير وكبير. الحمد لله الكلام اللي كنا نقولوا فيه سابقا عن الجنسية كانت ناس مكم بعض الناس على كل حال سامحهم الله كانوا يضحكوا وكانوا يتهكموا وكانوا يقول لك ما كاش منها مؤهلات. انا شفنا مؤهلات، شفنا المؤهلات اش دارت تخطيك الجنسية. ما طبيعة الحال لازم عندك عندك البصمة تاعك، بصح الجنسية تلعب دور كبير، الجنسية تلعب دور كبير. إذا ندخل في تفاصيل المقابلة، مقابلة هذه البريكولاج، هذا الفلسفة الزايدة، هذه المقابلات نتيجة تراكمات، أنك تلعب بلا تشتريش لاعبين، ما تعاقدش مع لاعبين، وتخلي لاعبين اللي أكل الدهر وشارب عليهم كما فرناندينيو، لاعبين مستوى ضعيف ضعيف كما مندي، لكن لأنه دوري فرنسي ولأنه دوري برازيلي إذا فيجب الإبقاء عنه. بينما اللاعبين اللي موجودين في اوروبا وفي افريقيا وفي اسيا اللي عندهم مستويات وشباب يعني اعمار نتاعهم صغيره ما يجيبهمش غوارديولا. وهذه جزاء ايضا الفلسفه الزايده لغوارديولا اللي تراكمات كما قلت في المقابلات السابقه، يخلي محرز في البنك، يخلي العديد اللاعبين الممتازين في البنك منهم رياض محرز العديد من المرات. رياض محرز هو اللي جاب الهدف، صح ما سجلوش هو، لكن هو اللي جابه.
كان خطير على تشيلسي، بدون ان ننسى دي بروين وكذا وكذا اللاعبين الاخرين، لكن كانت عنده خطوره. شفتوا فلسفه ونوصلت، هاي فلسفه خالتي، فلسفه زايده ها وصلت. وصلت انه محرز يريح في البنك، محرز يريح في البنك، بينما سيرليك اساسي، اساسي على طول الخط. من النهار اللي قلت انا سيرلينغ قطعه اساسيه تكون خارج الاطار. مقابله نيوكاسل اللي خسرتها، اللي خسرها خسرتها مان سيتي، محرز البنك وسيرلينغ يلعب، ودا فيرتيسمون، ودا بطاقه صفراء للتاريخ، وغيرها 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 من المقابلات. لكن للاسف هذه هي، هذه هي، احنا كنا باغيين انه محرز يزيد يجيب بطوله، لكن معليش نعرفوا باللي مش من اليوم سيتي راهي خلاص ضيعت البطوله، ضيعت البطوله منذ مقابلات عندها اشهر واشهر بسبب الفلسفه الزايده لبيب غوارديولا، اللي صراحه مقابلات ما عطاش قيمه لبعض الانديه وحقرهم، الانديه كما نورويش سيتي وغيرهم الانديه، ما عطاهمش حجمهم الاسم الحقيقي. خلى قطعه اساسيه محرز، خلى واحد فنان خليه في البنك اللي يعاونك تخليه في البنك، محرز دائما لازم يلعب اساسي. لكن للاسف مع من تحكي غوارديولا هذه عقليته وهذه فلسفته. ايضا فرناندينيو للاسف، يعني فرناندينيو خلاص 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 ما بقالوش، بصح ما كارثه 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 هذا اللاعب، كارثه هذا اللاعب اللي يوما من الايام، يوم من الايام ذات يوم حكم محرز وكان عايب يضربه، حكمه من القميص راه يضربو على في مقابلة مان يونايتد ومان سيتي، بينما هو في الكوارث كيديرها عادي عادي. فهمتوا يا خاوتي؟ كي قلت لكم الجنسية تلعب دور، يا الجنسية تلعب دور كبير كبير، تلعب دور كبير. إذا نرجعوا لرياض محرز، رياض محرز قدم ما عليه، قدم مقابلة مقبولة، تحصل على 6.7. بطبيعة الحال الفريق خاسر وفريق انهزم، البطولة خلاص، البطولة أنا قلتها سابقا، البطولة راح تروح ليفربول قبل حتى ما تجي كورونا، قلت خلاص البطولة راهي ليفربول. حقيقة ليفربول يعتمد على مجموعة معينة وبعض الأحيان بعض البدلاء، لكن سي الفيلسوف غوارديولا غير هذا غير هذا، خلي محرز دائما في البنك يلعب مقابله، يؤدي مقابله من اروع ما يكون، المقابله الجايه تلقاه في الاحتياط. فلسفه زايده، هذه الفلسفه الزايده وين وصلت، الفلسفه الزايده وين وصلت. اذا مبروك لليفربول ومبروك لانصار ليفربول. ايضا ما ننساوش مبروك للعروسي الدوري الانجليزي، الدوري الجزائري قريبا ان شاء الله قريبا يصبح دوري جزائري. مبروك للعروسي. ايضا مازال الشامبيونز ليغ، مازال مقابله ريال مدريد، وهذا الشيء راح اللي قلته سابقا وراح نزيد ناكدو بالطريقه هذه راه يمشي بها غوارديولا. ريال مدريد رغم انها 80% مقصات، بصح تقدر ترجع لانه بالطريقه هذه راه يمشي بها، يلعب مقابله مع تشيلسي بدون مهاجم، بدون جيسوس، عندك اغويرو دار عمليه، المفروض تلعب باتاكو بجوسيس تبدا به من البدايه، لكن الفلسفه الزايده يلعب بطريقه المهاجم الوهمي، المهاجم الوهمي مع فرق تقدر تنجح بها، لكن مع تشيلسي عندهم مدافعين اقوياء، عندهم منظومه دفاعيه قويه، لكن مان سيتي ما ليست عندها منظومه دفاعيه، ما عندهاش اصلا مدافعين، ما عندهاش مدافعين، عندها حارس مرمى مقبول، لكن مدافعين ما عندهاش، ما عندهاش لي لاتيرو في زوج ما يخدموش مليح، وركور شويه احسن من ماندي، اما الكارثه العظمى فيرناندينيو وماندي، لابور عائد من الاصابه، هذه هي الشامبيونز ليغ راهي في خطر صراحه. الشامبيونز ليغ بالطريقه راه يمشي بها غوارديولا وفلسفه الزايده تاع غوارديولا، الشامبيونز ليغ راهي في خطر. نتمنوا التوفيق لابن الجزائر رياض محرز في منافسات الشامبيونز ليغ، ولما لا ذهب بعيدا، لان هذا اللاعب يستاهل كل خير، لاعب فنان، لاعب عمل
يعمل المستحيل يعمله في كرة القدم، يعمل لك الأشياء اللي ما كنتش تتوقعها يعملها رياض محرز. إذا حظ موفق لرياض محرز في دوري أبطال أوروبا، وملتقانا خوتي مع مزمن فيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.